حياكم الله مرة أخرى. هيلا هيلا يا عمالنا، هيلا هيلا. إن شاء الله دائما رزق الحلال وهدات البال وأمنكم وسلامتكم على كل الحواجز في كل مكان لكل عمالنا في كل مكان. مستقبلك بينادي، إن شاء الله دائما حقوقكم محفوظة. وسلامتكم طبعا مقدمة على كل شيء. مستقبلك بينادي، تحية صباحية لكل عامل مخلص في عمله ولكل رب عمل بيخاف ربه ويخشى العقاب ويعرف قيمة الثواب والعقاب وبيعطي الناس حقوقها. وفي إطار العمال وحديثنا عن العمال، وإحنا كلنا عمال، لكن الحديث اليوم بشكل خاص عن عمالنا في الداخل، تخوفاتهم ونشاطاتهم واحتجاجاتهم اللي بدأت الأحد الماضي، وتخوفات من موضوع تحويل الرواتب على البنوك. مدارس مختلفة اليوم، خاصة كل ساعة بتيجي ما في شك بيكون في هناك آراء مختلفة، والوقت دائما كفيل يفسر ويحلل كثير من الأشياء. عشان هيك ما بنستعجل في الحكم حتى نشوف القضايا كما هي عليه ونشوف النظرة التلسكوبية للأشياء، لأن العبرة بالنتائج. تخوفات في مكانها لأسباب كثيرة بحسب طبعا بعض المدارس وبعض الآراء، والبعض بيقول أنه في هناك مغالاة في تخوفات العمال، لأنه أصلا في هناك عمال في الداخل الفلسطيني من سنوات طوال بتتحول رواتبهم على البنوك. أي نعم قلة، لكنهم موجودين ولدى سؤالهم. الوضع طبيعي جدا، عمولة البنك اللي بيأخذها بشكل طبيعي، ما في عليها لا ضريبة الدخل ولا في عليها هنا ولا هناك ولا أي قضايا أخرى. لكن واضح أنه بنرجع دائما لنفس المربع، مربع غياب الثقة، خاصة بعد تجربتنا بقانون الضمان الاجتماعي سيء الصيت وسيء التطبيق. وإن كان هو حق الأصل يكون عندنا ضمان اجتماعي، لكن ترويجه وإدارته وفكرته كلها كانت فيها خلل كبير، وبالتالي صار في هناك إشكالية. وطبعا اليوم أنتم عارفين غياب نشر الموازنة، غياب الشفافية في إدارة المال العام، واليوم بالمناسبة في مؤسسة أمان عام لمؤتمر عن هذا الأمر بشكل خاص. في هناك غياب للثقة في كل القضايا المالية. بتقول لي بدك تتقشف ومش عم تتقشف، عم تصرف. بتقول لي في أزمة رواتب وما بعرف شو دخل عندك وكيف بتنفق على أي وجه. وفي غياب ثقة أحيانا في النظام المصرفي، أحيانا أنا بقول، أو في أي شيء يمس المال، بما في ذلك طبعا صندوق التقاعد وهيئة التقاعد وكل ما له علاقة بجمع الأموال وتوزيعها على أي شكل وعلى أي وجه يمكن أن توزع. فمن حق العامل طبعا أنه يخاف. بعيدا عن التخوفات النفسية والمعنوية، خلينا نطرح الموضوع على قاعدة الحقائق، على قاعدة المعلومة، لأن الغاية هي الحقيقة في النهاية، بعيدا عن رأيي أو رأيك أو خلافه. خلينا نتوجه أنا وياكم لعضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس الدائرة القانونية الأستاذ محمد البدري. أسعد الله صباحكم، واللهم صل على سيدنا محمد. الله يسعد صباحك أخي طلعت، وصباح فلسطين بامتياز لجميع مستمعين. حياكم الله يا سيد. يعني من الأحد حتى اليوم طبعا الحديث عن أو الترويج لفكرة تحويل رواتب حوالي من أبنائنا، بنحكي اليوم عن أكثر من 200 ألف عامل تقريبا، ما بين هنا ما بين مستوطنات وخلافه. يعني في هناك آراء مختلفة، في هناك قرارات قد تكون بقانون، البعض بيروج اليوم في وزارة العمل هذا قرار إسرائيلي بحت وإحنا ما لنا دخل، وما بنعرفش طبعا هل هو تم بطلب فلسطيني ولا هو قرار إسرائيلي خالص ما لنا علاقة فيه نهائيا. والغاية طبعا تهرب أصحاب العمل من تسجيل أيام العمل للعمال، وبالتالي التهرب الضريبي في الداخل، فحبوا يعرضوه بطريقة مختلفة، وقضايا كثيرة عديدة حقيقة. وأبرزها بدي أبدأ من مناط الأمر، وهو تخوفات العمال. موقف النقابة اليوم، أنا مش عم بحكي عن مبارح، لاحظ، لأنه في كل يوم واضح أنه في عنا حقائق جديدة أو في عنا صورة أوضح بتنكشف للمتوقع أنه يصير. رئيس نقابتكم بيقول، أو رئيس الاتحاد العام للنقابات، كل شيء على ما يرام وكل شيء زي الفل وما في خصم ولا خلافه، بس أنا كعامل ما عندي ثقة لا برئيس النقابة ولا بوزير العمل ولا برئيس الحكومة ولا بحدا. أنا طبعا هلا بحكي باسم العامل اللي بيطلع بيقول يا عمي أنا لا أثق بهذا النظام، شكرا.
استاذ محمد. هلا اخي طلعت عشان اكون صادق معك، اول شيء يسعد صباحك. وعاملاتنا وعمالنا في الداخل هم ركيزه اساسيه، بل ركيزه تشكل اكثر من ثلث العماله في سوق العمل الفلسطيني، وهم من اعمده ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وهم اثبتوا ايضا انهم حركه دوران الاقتصاد الفلسطيني في دوله فلسطين، وخصوصا في جائحة كورونا. نهديهم كل التحيات والتمنيات ونتمنى لهم الصحة والسلامة دائما. تخوفات العمال أخي طلعت مشروعة، أنت حكيت على موضوع الثقة، والثقة في كل شيء، الثقة في 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 البلد، في النظام المالي، في مسموع أخي طلعت؟ نعم نعم طبعا. أزمة الثقة نعم موجودة، هذا إشي موجود عندنا في البلد ولا أحد يستطيع إنكاره. أنا اللي بستطيع أكد لك إياه في الاتحاد العام لقبلة عمال فلسطين، إحنا واقفين جنب عاملاتنا وعمالنا ومقدرين تخوفاتهم، ولن نسمح إلا تكون تخوفاتهم الإجابة عليها بشكل واضح، لأنه هذا حقهم ووقوتهم. بيذهبوا على الحواجز من الأربعة صباحا للأربعة للمساء أنت يروحوا عشان يحصلوا لقمة عيشهم، ولقمة عيشهم مربوطة بكرمتهم. هلا موضوع خصم ضريبة الدخل أخي طلعت، أعتقد أنه هذا محسوم بناء على تصريحات رئيس سلطة النقد واجتماعنا معه بشكل عاجل، لأنه الطرف الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بتخصم ضريبة الدخل على عمالنا وبتقوم بتحويل 75% منها ل الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية الفلسطينية. فهذا من احدى تخوفات العمال اللي احنا بنقدر نحكي جازمين او قاطعين انه لن يتم خصمه، لكن في المستقبل بتحكي لي بده يتم، ممكن يصير في خصم، او ممكن وزير المالية يصحى صباحا ويطلع قرار بخصم على ضريبة الدخل. هذا موضوع لا يستطيع احد ضم، يعني لا يستطيع احد تأكيده، لكن انا بحكي لك بالقانون ضريبة الدخل هي مخصومة على عاملاتنا وعمالنا في الداخل، فلا يستطيع أحد خصمها، وسنقف سد منيع في هذا الموضوع مع عاملاتنا وعمالنا. وهذا كمان عشان أكون صادق تأكيد الحكومة الفلسطينية على هذا الموضوع، وآخرها في اجتماع مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل ورئيس سلطة النقد الفلسطينية، فهذا موضوع محسوم لدينا. في موضوع أيضا أكد أن رئيس سلطة النقد أنه لن يكون هناك أي أثر مالي على تحويل الرواتب لعمالنا وعاملاتنا من الداخل إلى البنوك الفلسطينية. أنا بتحدث على أثر المالي بمعنى خصم رسوم أو إلى آخره، مع العلم أنه أعتقد أن البنوك الإسرائيلية أي حوالي بتعملها مترتب عليها خصم معين للبنوك هو في البداية الفلسطينية. في البداية أعلنوا عن دولار اللي هي العمولة لتحويل الرواتب. نعم، وهذا رأي كان متضارب فيه، وصرحنا في الاتحاد العام لقبات عمال فلسطين، مش على هوانا أو صحينا الصبح صرحنا، هذا كان باجتماع مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية الأخ فراس منحم اللي أكد هذا الموضوع، وهو مسجل له في أكثر من حوار وأكثر من فيديو على هذا الموضوع، أنه أكد لن يكون هناك أثر مالي على عاملاتنا عمال. هلأ القرار نعم هو قرار حكومة إسرائيلية بحت، بمنتهى البساطة بدناش أضلني أكرر ما حكيته سابقا على موضوع المشغلين الإسرائيليين وتهربهم من التصريح على كامل رواتب أجور عمالنا وإلى آخره. مصلحة إسرائيلية اللي يخصموا ضريبة على مشغلينهم الإسرائيليين. إحنا عارفين أخي طلعت في البلد، يعني لا يستطيع أحد، الجانب الإسرائيلي جانب بخذ قراراته منفردة ومتطرفة بشكل واضح، وأعتقد أنه لا يوجد، الحكومة الفلسطينية علمت بذلك القرار من الجانب الإسرائيلي كما علمتم إحنا وعلمنا إحنا. هذا موضوع مش جديد، موضوع قديم جديد، وبالمناسبة جزء من عمالنا كانوا يطالبوا في هذا الموضوع بتحويل العربات. هلأ العاملات والعمال أخي طلعت كمان عندهم من خلال أزمة الثقة، إنه هل الحكومة ممكن تستولي على جزء من راتبنا؟ ممكن نصحى الصبح نلاقي مخصوم 20% ولا 30% ولا 40%؟ هذا الحكي لا أعتقد أنه وارد أخي طلعت، لأنه الحساب محمي باتفاقيات دولية، وهذا أمور مالي، وسلطة النقد نظامها واضح، وحضرتك عندك حساب وأنا عندي حساب وعيلتي وزملائي كلهم عندهم حسابات. لا يستطيع أحد الاقتطاع من أي راتب إلا حسب القانون بحكم محكمة أو إلى آخره حسب ما نص عليه القانون الفلسطيني. فأيضا
عشان هيك احنا تخوفات عاملاتنا وعمالنا نظرنا لهم بجدية ومنراقب هذا الموضوع. هذا موضوع جديد وحقهم يخافوا وحقهم يعبروا على تخوفاتهم في هذا الموضوع. قد يكون هذا الموضوع في مصلحتهم بنسبة 100% وقد يكون في غير مصلحتهم. لذلك احنا نراقب في هذا الموضوع. والاتحاد العام اجتمع مع رئيس النقد وتواصلنا مع وزير العمل والكل بيأكد هذا الحكي. يعني لا يوجد نظرية مؤامرة في هذا الموضوع. خطلان بتقديرك كان في سوء أداء قبل نفاذ القرار، وهذا طبعا تماما اللي مرينا فيه بتجربة الضمان الاجتماعي وتجارب أخرى. بمعنى سوء إدارتنا للملف الإعلامي التوعوي التثقيفي قبل الحدث، حتى ما نوصل عمالنا اللي رايح صبح سارح على شغله الساعة 3-4 الفجر وظروف عمله أصعب من ظروف عملي ومعاملك 100 مرة، بدل ما يدخل على شغله وقف يحتج ويقول بدي وما بدي ورايح على شغله خايف مش فاهم. واضح أنه كان في خلل من وزارة العمل، اعتبره سؤال إذا ما بدك تعتبره عفوا، والله يا أخي طلعت لا من, من, من النقابات من خلافها. ليش وصلنا العامل لهاي المرحلة؟ شوف أخي طلعت، أنا بدي أرجع أكرر لك، هذا خبر قديم جديد، بمعنى الناس كلها نزل بوسائل الإعلام من أكثر من 10 شهور. مفهوم. ونزل حتى في الموعد أنه في شهر 8-2022 سيقوم الجانب الإسرائيلي مجبرين بتحويل رواتب العام عمال وعاملات الفلسطينيين في الداخل إلى البنوك الفلسطينية. يعني مش خبر إجا بصدفة. هذا أولا. رقم اثنين أخي طلعت، العمال العاملات والعمال في تخوفاتهم ومخوفهم على هذا الموضوع كانت ردة فعلهم طبيعية. أنا أعتقد أنها طبيعية جدا وأكثر من طبيعية وحقهم هذا الموضوع، لأنه ما كان هم مخدين أعتقد الموضوع بجدية مطلقة أنه رح يتم هذا الموضوع. لكن أنا بأكد لك هي أنه الحكومة الفلسطينية علمت فيه مجرد تبليغ من الحكومة الإسرائيلية. وانت حكيت في بداية الحلقة أخي طلعت في أزمة عدم ثقة وهي حقيقية جدا موجودة مع كل، يعني مش بس بيخص عاملاتنا وعمالنا الفلسطينية، مع كل النقابات والاتحادات والنقابات المهنية في البلد. وزي ما حكيت حضرتك ممكن النظام المالي وممكن ودائما بنفترض أنه في إشي وراء الخبر، بمعنى ما المطلوب، هل سيتم أخذ مصاري العمال العاملة. هلا هذا الحكي احنا حاولنا نطمن في عاملاتنا وعمالنا ضمن القانون المعمول فيه، كما لا يستطيع احد من اعلى جهه في فلسطين الى اصغر جهه تجاوز القانون، مع العلم انه حضرتك اكدت انه في كثير من العمال فاتحين حسابات في البنوك الفلسطينيه سابقا. صحيح. وصلوا عدد عمالنا اللي يعملون بطريقه شرعيه في الداخل الى اكثر من 190 الف عامل. اذا بدك تستثني اخواننا في غزه واخواتنا وعاملاتنا وعمالنا في غزه. ممكن كان في تقصير في موضوع التوعية أو الإجابة على استفساراتهم أو الدخول في تفاصيل معهم، لكنه كخبر هو ليس خبر بجديد، هو من بداية العام وكان ونزل على وسائل الإعلام ممكن جميعها. قبل تنفيذه هذا اللي قصدته أخي محمد. نعم. من تعرف الرؤية الإعلامية بداية عنا غايبة في كثير من المؤسسات وعلى الأخص الحكومة. إحنا بنحاول نعالج بعد ما يجي الفالج، مع أنه فاهمين وعارفين أنه في قرار بده يتنفذ يوم 14-15-16-17 الشهر الأخير بده يتنفذ هذا القرار. نعم. معناته واضح بده يكون في معارضة، بده يكون في وسائل تواصل تشتغل، بده يكون في تخوفات، لأنه نظامك بداية المالي غير موثوق فيه. فالنتيجة اللي قاموا فيها العمال، لو كان في هناك حملات توعية وتثقيف وتصريحات ومؤتمرات صحفية للنقابة وللوزارة ولغيرها من الجهات، كان الصورة والسيناريو اختلفت كليا، ما في شك، وما تركنا الأمور توصل لهذا الحد. مع ذلك بدي أروح معك للسؤال الأخير، هل الموضوع فعلا مثل ما بيحكي وزير العمل مرتبط كمان بمحاربة ما يسمى بسماسرة التصريح؟ عسى رب العالمين يغفر لهم على اللي بيعملوه في عمالنا. هلا احنا بدناش كمان نتبنى موضوع قرار حكومة إسرائيلية. يعني صحينا الصبح لقينا هذا القرار الحكومة الإسرائيلية صرحت عليه بشكل واضح. أخي طلعت، يعني المنسق، صفحة المنسق على الفيسبوك عم بتدير جميع عمالنا وعاملاتنا في الداخل. مرات احنا بنعرف من صفحة المنسق شو بده يحدث. عدم مؤاخذة، جميع مكاتب العمل حاليا في فلسطين، وللأسف الجانب الإسرائيلي بعامل العامل الفلسطيني معاملة العامل الأجنبي، وهذا مطلب
احنا من سنوات بنطالب فيه، لانه دائما ندعي انه العامل عليه كل الواجبات وليس له حقوق. فاجوا الاسرائيليين في ربع ساعه قالوا عم احنا بدنا نعامل العامل الفلسطيني مثل معامل الاجنبي، بمعنى راح يتم الاقتطاع على التامين الاجتماعي، التامين الوطني، التامين الصحي والى اخره من قسيمه الراتب تبعت العامل. فهذا موضوع اسرائيلي بحت في هذا الموضوع. هلا دور الحكومه الفلسطينيه اعتقد انه يجب تشكيل لجنه، وده هو الاصل انه تم تشكيلها لمخاطبه الجانب الاسرائيلي لفهم التفاصيل، فهم التفاصيل الاخرى، التخوفات الاخرى. خلصنا سيدي موضوع طريق الدخل، خلصنا جميع المواضيع، لكن في ناس عمال بقول لك انا بقى مظاهر اليوم، انا بيجي نهايه الاسبوع بقاضى راتبي، بشتغل على قطعه، بشتغل على في مزارع، بشتغل الصبح ثاني يوم بنتقل لمنطقه عمل اخرى. هاي الاجابات كلها الاليات لم يقم الجانب الاسرائيلي ابدا بتعميمها على الجهات الفلسطينيه المختصه، ولا نعلم بها شيء. نحن طلبنا بشكل رسمي في هذا الموضوع، نفهم هذا الموضوع، لكن كيف العامل بيشتغل في الامارات وفي قطر وفي الاردن وفي غيره؟ الجانب الاسرائيلي يعامل العامل الفلسطيني حاليا معامله العامل الاجنبي، بمعنى يطبق عليه قانون العمل الاسرائيلي، لا دخل للحكومه الفلسطينيه او قانون العمل الفلسطيني اي جزء في هذا الموضوع. موضوع السماسره يعني استاذ محمد قديش مرتبط او قديش في تقاطع؟ عشان اكون صريح، هذا موضوع قديم جدا جدا اخي طلعت، بقول لك نستطيع السيطره عليه بيكون غير واقعي ومش دارس الامور بشكل واضح. سماسره التصريح بلش من 2000 شيكل ينتهي الى 5000 شيكل، بيستغلوا عاملات عمال. هلا الجانب الاسرائيلي تحويل الرواتب هل له اثر ايجابي على التعامل؟ يا عمي راح يحد، لكن هذه الظاهره لانه يعني اخي وزير العمل واضح انه عم ببالغ في هاي القضيه. انا اعتقد انه راح يحد، لكن هل تنتهي الظاهره؟ والسؤال كيف بده يحد؟ سنوات طوال واحنا نحكي في هذا الموضوع، كيف بده يحد استاذ محمد موضوع هاي الظاهره؟ كيف بده يحد؟ ايش كيف ممكن يحد هذا الموضوع من موضوع من قضيه سماسره التصريح؟ سماسره التصريح موضوع قديم جديد، بمعنى في فئه ضخمه تقتنص مصارع عمالنا من سنوات، واتفاق بين مشغلين اسرائيليين ومشغلين فلسطينيين على هذا الموضوع التصريح، وهي ظاهره لا تستطيع الانتهاء منها في ربع ساعه او في خمسه. صار لها عشرات السنوات شغالين المشغلين الاسرائيليين والمشغلين الفلسطينيين فيها، طبعا جزء منهم من الفلسطينيين بيتخاطوا وبيتعاشوا من وراء هذه الظاهره. على تحويل الرواتب سالتني، نعم تحويل الرواتب ممكن يحد من هاي الظاهرة، لأنه الأصل كان ينخصم على العامل الفلسطيني جزء من راتبه في الداخل، بمعنى هو بقبض 15,000 شيكل كان يصرحوا على 12,000 شيكل، 3,000 شيكل يروحوا لجزء منهم للعامل مثال للمشغل الإسرائيلي أو لسمسار التصريح. نعم راح يحد من هاي الظاهرة، لكن هاي الظاهرة الإسرائيلية، بمعنى الكوتة اللي بيصدرها التصريح هي الحكومة الإسرائيلية، وهي أقدر على الرقابة على هذا الموضوع، وهي أقدر على معرفة مين بيخطط من هذا الموضوع، وهل العامل بصرح أو بصرحش، بيخاف أو بيخافش. هلا العمال الذي ضعف السوق الفلسطيني وضعف العمالة في السوق الفلسطيني، نعم صار يوافق على 2000 و2500 و3000 شيكل مقابل إنه يأخذ تصريح وفي الآخر يأمن قوت أولاده وعياله الشهرية. فهذا الموضوع نعم ستقوم تحويل الرواتب بالحد منها، لكن أعتقد مش راح تنهيها، يعني لن يستطيع أحد إنهائها إلا بإرادة حديدية من قبل كحكومة فلسطينية قدر المستطاع، وقرار عند الجانب الإسرائيلي منها إذا قرر الجانب الإسرائيلي. يعني طبعا بنية، لأن الموضوع عندهم مش عندنا هذا الموضوع، من يمنح التصريح هو الجانب الإسرائيلي. مفهوم، أشكرك على هذا التوضيح. بالنهاية أتمنى طبعا لعمالنا أولا طبعا الرزق الحلال وعاملاتنا، طبعا موقفنا واضح مع عاملاتنا وعمالنا في الداخل ومع تخوفاتهم ومع مطالبهم، ولن نترك أحد خلفنا، وإحنا رح نقاتل معهم في نفس الجبهة إذا كان هذا الموضوع يلحق ضرر أو أثر مالي عليهم. أزمة الثقة نعم هي موجودة، وهذا الحكي أخي طلعت ما أنت عارف موضوع ثقة هذا نظام مبني عليه عشان تقدر تحسن هذا الموضوع. يعني ممكن يكون في صالحهم بنسبة 100% عبين ما تمشي الأمور ويجربوا، لكن أعتقد أنه لن يكون هناك ضرر فعلي على عملاء وعمالنا إيش تحويل رواتبهم. بالعكس رح يستفيدوا من كل جميع 3,200,000 فلسطيني في الضفة عندهم حسابات البنوك الفلسطينية، ومستفيدين من التسهيلات المالية في البنوك وإلى آخره اللي حضرتك بتعرفه.
أعتقد أنه ما في نظرية مؤامرة، لا يستطيع حد الخصم على رواتب عمالنا وعمالنا عاملتنا عمالنا في وحساباتهم المحفوظة بأنظمة مالية واضحة. أعتقد أنه هذا الموضوع تخوفاتهم نعم معقولة، لكن أعتقد أنه مش راح يكون في هناك أي سلبية مثل الله. وإحنا هذا طبعاً كجهة عالمية وكنقابية هذا الموضوع، ولا نسقط في حال هذا الموضوع كان ضد عاملتنا وعمالنا في الداخل. هذا مؤكد، وإن شاء الله بنشوف انسياب طبيعي لتحويل الرواتب للبنوك اللي بدأ فعلا، ومنشوف العامل مطمئن والعامل طبعا مطمئن على داخلها. إن شاء الله إحنا بدنا مصلحتهم فقط، هذه مصلحتهم، وخاصة أنهم طبعا بيعيشوا ظروف ما بيعيشها أي عامل في العالم باعتقادي، بهاي الحالة وهذا الإذلال وهاي الطوابير في كل يوم صباحا وخلافه. لقمة صعبة والله يا أستاذ محمد، والله لقمة صعبة. الله يعين الجميع، لكن كان الله بالعون راح يضل في حالة تدهور. نعم، وربنا يجيب الخير. وطبعا ما بدنا نغفل أبدا دورهم في مساندة اقتصادهم، دورهم في مساندة أسواقهم، دورهم في إنعاش أسرهم، دورهم في بناء آلاف مساندة آلاف الأسر وإقامة آلاف الأسر وإنشاء آلاف المنازل، ودورهم الحقيقي. وطبعا هم دافعي ضرائب أيضا بالمناسبة، اللي بيستهلك من سوقنا وبيستهلك محروقات وبيستهلك كهرباء، ما كلهم دافعي ضرائب، يعني ثلث دخله بالمعدل أصلا بروح للحكومة بروح للبلد. فما في مجال نحكي أكثر من هيك سيدي، كان الله بالعون. وإن شاء الله أولا وأخيرا رزقهم الحلال وطلب الحلال بداية، هو في جهاد مع النفس وفي جهاد في هاي الحياة اللي اختلط فيها الحابل بالنابل. نتمنى لهم إن شاء الله أولا السلامة والأمن والأمان والرزق الحلال. شكرا شكرا أستاذ محمد البدري. شكرا لك، وربنا يجيب الخير دائما. آمين إن شاء الله، آمين إن شاء الله. شكرا أستاذ، شكرا شكرا. ما تسيبوش يروح غير لما تزرع فرحة في عيون الحياة. هيلا هيلا وهيلا وهيلا، قوموا علي الطموح يوصل بسقف الحلم. بالتحية وكل المحبة إلى كل عمالنا في كل مكان، سواء كان في الداخل في مصانعنا في مزارعنا في مؤسساتنا، للعاملين للعاملات، لكل من يجتهد ويجاهد في سبيل أولا اللقمة الحلال، لقمة العيش كما يقال في مصر، لقمة العيش الحلال. هذه فيها جهاد كبير اليوم مع ازدياد الطلب على كل ما من شأنه يمول الناس دون أي مركز فكري، دون أي مركز في حلال وحرام، في عيب مش في عيب، بيصير ما بصيرش، ممكن مش ممكن، في تعدي على الآخرين ولا لا. طالما الرزق حلال فمش مهم إن زاد أو قل، العبرة برزقكم الحلال إن شاء الله يا شبابنا. ونتمنى لكم السلامة والأمن والأمان في كل القطاعات، في كل المدن، في كل المخيمات، في كل القرى، في داخلنا، في الداخل، في كل مكان إن شاء الله تعالى. وكل التحية لعمالنا العرب في وطننا العربي الكبير اللي بيعانوا من مطالب تزيد على 35% في أغنى دول العالم وفي أغنى منطقة في العالم، ألا وهي الوطن العربي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله. صنع يا عين.